الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا لا يحبك إلا مؤمن
ولا يبغضك إلا منافق. لازلنا في الحديث عن علي عليه السلام، ومهما تطاولت الليالي والأيام والدهور والعصور فإننا لا يمكن أن نفي الكلام عن علي عليه السلام ولو بجزء بسيط. ليش؟ لأن عليا أكبر من الكلمات وأعظم من أن يحيط به إنسان، ولهذا ورد: لو أن البحر مداد والأشجار أقلام والإنس كتاب ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام. ولذلك علي حينما نتحدث عنه إنما نتحدث عن رأس الإيمان، بل نتحدث عن محك الإيمان. إذا بدك تشوف إنسان مؤمن، إنسان عنده ارتباط بالله عز وجل، خليني أشوف عنده محبة أمير المؤمنين، عنده إيمان بأمير المؤمنين كونه إماما معصوما مفترض الطاعة. إذا شفت هالأمر موجود، نعم ستقول فلان مؤمن. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله انقضى على لسان رسول الله أنه يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ولهذا هو يقول الإمام سلام الله عليه: لو ضربت المؤمن على خيشومه بسيفي على أن يبغضني ما أبغضني، على أن يبغضني ما أبغضني. ليش؟ لأن الحب لعلي مستحكم ثابت راسخ في قلوب المؤمنين. من هون شوفوا الوسام الخالد اللي الله للنبي صلى الله عليه وآله وضعه على كتف علي عليه السلام. كيف؟ في معركة الأحزاب وغزوة الخندق، وقت إجا عمر بن عبد الود العامري وقال النبي كلمته الشهيرة: من لعمر؟ من لعمر؟ كل سكتوا. قال: أنا يا رسول الله. فوقف علي بإزاء عمر، معروف الحادث التاريخي، لكن أنا بدي هالشاهد اللي قاله النبي صلى الله عليه وآله. شو قال كلمة؟ برز الإيمان كله إلى الشرك كله. يعني الإيمان كله تجسد وتمثل في شخصية علي صلوات الله وسلامه عليه. بمين؟ إلى الشرك كله، بعمر ابن ود العامري. وهي لحالة كيفي، هي لحالة كيفي. لضربة علي يوم الخندق تعادل أو تساوي عمل الثقلين. شو حكي هدي عادية؟ أقول مش عادي. لواحد يقعد يفكر فيه شوية، يا عمي معقول كل أعمال الإنس والجن إذا حطوها بكفي؟ وضربة علي لعمر يوم الخندق تعادل عمل الثقلين. على ماذا يدل؟ إن دل هذا على شيء، إنما يدل على شخص علي، على إيمان علي الذي أخلص لله سبحانه وتعالى، كانت كل حياته مرتبطة مع الخالق، كل حياته متجسدة في عبادته لله تجسيدا بأروع صوره. من هون الحب إجا، واللي أكد عليه النبي صلى الله عليه وآله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. النبي ما بده أجر على الرسالة، لا يريد مالا، لا يريد جاها، لا يريد شيئا،
قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى. لذلك الفريقان علماء السنة يروون هذه الرواية أنه قيل يا رسول الله من هم هؤلاء قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال هم علي وفاطمة وابناهما الحسن والحسين. نعم، ليش؟ لأن ارتباطنا بشخص الإمام بوجهنا للعقيدة، بيربطنا بالعقيدة. من هون النبي صلى الله عليه وآله شو بيقول يا علي لولاك ما عرف المؤمنون من بعدي. لأن النبي الإمام علي هو كمل دور النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن مثل ما قلنا، لولاك يا علي لم يعرف المؤمنون من بعد. ولهذا ما نزل قوله تعالى فيش نداء فيش خطاب بالقرآن الكريم وبلش وابتدأ بخطاب يا أيها الذين آمنوا إلا وكان علي بن أبي طالب المعنية والزعيم الأول في ذلك الخطاب، لأن رأس المؤمنين. من هون يا علي من أحبك فقد أحبني ومن أحبني فقد رضي الله عن، ومن رضي الله عن كافاه الجنة. يا علي من أحبك لا يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثر ويأكل من طوبى ويرى مكانه في الجنة. يعني بشرى، بشارة للمؤمنين الموالين للمحبين لعلي. لكن المحبة ما تجي هيك، المحبة ينبغي أن يستتبعها العمل، العمل بما كان عليه أهل البيت سلام الله عليه أجمعين، محبتهم، التفاعل مع مناسباتهم، حضور مجالسهم. نحن وقت بنشوف انه بشهادة امير المؤمنين امامكم امام المتقين، نشوف احيانا واحد شوي هيك بقيم روح يجي حضور هذه المجالس والمشاركة. طيب كيف انا بدي اتمنى محبة الام علي او شفاعة الام علي يوم القيامة وبدي يسعيد من الكوثر والى حديث الموجود؟ واخر شيء ببخل بحضور المجالس، ببخل بحضور مجالس ائمتنا. ليش يا عمي؟ لماذا؟ إن دل هذا على شيء إنما يدل على أننا غارقون في مستنقع ملذات الدنيا ومادات الدنيا. ليش؟ لماذا هذا الإهمال وهذا التقصير في حق أئمتنا عليهم السلام؟ لذلك المحبة تستتبع العمل، العمل وفق ما أراده أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. شوف النبي صلى الله عليه وأختم حديثي ولا أريد أن أطيل، من أراد أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويسكن جنة عدن التي وعدني ربي فليتولى عليا وذريته فإنهم لن يدخلوكم في ضلال ولن يخرجوكم من هدى. نعم، في مثل هذه الأيام إمامكم أمير المؤمنين مسجن قد قتل في سبيله وحوله أولاده وبناته الحسن والحسين، زينب أم كلثوم، ضج الناس ضجيجا كبيرا، وكان ذلك اليوم كيوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. كأني بزينب بأم كلثوم بعيد البلاء لفراقك ينوحون، والله بعيد البلاء لفراقك ينوحون، ومحزنين ولادك يصيحون يا بويا العيد هل قرب علينا على
علينا يا بويا بالحزن لا تخلينا. الحسن يقول محمد بن الحنفية قام الحسنان بالتجهيز يا أمير المؤمنين. الحسن يغسل أباه والحسين يصب الماء. الحسين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قام الحسن نفضوا التراب عن قبر علي عليه السلام وإذا بقبر محفور ولحد مشقوق ولوحة مكتوب عليها أهذا ما ادخره نوح للطاهر المطهر. وإذا يقول انزلوه الى التربة المطهرة فقد اشتاق الحبيب الى حبيبي. صعد الله قلبك سيدتي ومولاتي يا زينب لما انتهى الحسنة من دفن ابيهما علي. رجعت زينب الينا الى رضع رجعت الى البيت لكنها لم تجد احدا. واذا بالمحراب خالي من ابيها امير المؤمنين. اعز عليك سيدتي ومولاتي يا زينب. نعم هناك موقف اخر لما رجعت زينب الى المدينه دخلت الى بيت ابيها علي وجدت الدار خاليه. لكن من الذي دخل عليها ليسليها في مصابها؟ دخلت ام البنين ام ابي الفضل العباس. لذلك لما راتها صاحت ام البنين وحسينا وولدها. واذا بزينب صاحت واخاه وعباس يا دار وعلى حسين عزيني التعزيج. وكانت تدور وتزهر علينا وهي الصغرى بالبين ناعيج. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. يا الله اللهم إننا نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد. يا الله وبحق إمامنا وسيدنا ومولانا أمير المؤمنين بمصابه. يا الله أن لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما الا فرجت ولا عسرا الا يسرت ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيت. يا الله الى ارواح اموات الحاضرين جميعا مات على الايمان والشهداء والعلماء نهدي الى الجميع ثواب مجلسنا هذا مع ثواب السورة المباركة الفاتحة مشروعة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.